منتابع نحن وياكم بهالفقرة. منرحب بحضور السيدة مايا صغيب الخبيرة بالعالم الرقمي، وكمان عندك برنامجك نصيحة رقمية، بس اليوم حبينا تكون اطلالتك من عنا من برنامجنا تنحن وياك نضوي على أهمية الحماية والوقاية. قدي فينا نكون عنا الوقاية اللازمة لنجنب ولادنا الخطر؟ منقول قدي في ناس هن ضعاف ويمكن بلحظة من اللحظات ممكن يكونوا فريسة تنمر، اعتداءات أو أزية من جراء هذا العالم الرقمي والتواصل عبر هذا العالم. في بالمحتوى ممكن يكون في مخاطر، بالاتصال ممكن يكون في مخاطر، وبالسلوك في حال وصلنا لهيدي المرحلة ممكن نفقد الحياة. قديش اليوم بهذا العالم قادرين نأمن سبل المواجهة ونأمن وسائل حماية؟ أول شيء صباح الخير وشكرا لاستضافة ظهور، يعني بيسرني اليوم كنا عم طل صوت وصورة. نعم أهلا وسهلا فيك فقط. شكرا لك. موضوع كتير مهم رح نعرف عنه. الموضوع اللي هو ملخص إذا بدك أو تيرم مخصص فيه اسمه social engineering، موضوع اللي عم تسألي عنه. وبقلب هالsocial engineering أو الهندسة الاجتماعية اللي هي معتمدة من قبل يعني منتحلي الصفة والمخترقين والأشخاص اللي رح نفندهم شو بتكون أهدافهم، كمان في بقلب ظاهرة الكات فيشنج مؤخرا، صح مثل ما ذكرتي كتير عم نسمع بهيدا الموضوع خاصة كمان بلبنان. يعني كنا معتدين بالخارج انه أكتر في عرضة لهالمواضيع، بلبنان بلشنا نوثق بحالات عم بتصير. وبحلقة كمان لقلي استضفت كمان محامي بالجرائم المعلوماتية، وكان معنا كمان كولونيل من مكافحة الجرائم المعلوماتية بمداخلة، وحكينا عن أعداد كيف عم بتصير الابتزاز عبر الانترنت، لأنه هي بتطال كل الفئات. يعني هيدي كمان من تداعيات القصص اللي نحنا منشوفها أسبابها لهالأشياء اللي بتصير عبر السوشيال انجينيرينج. الهندسة الاجتماعية هي طريقة التلاعب بالضحايا، بتأثر عليهم بطريقة كيف بتصير. أول شيء في عملية ستوكينج أو الأونلاين ستوكينج، التعقب على الانترنت. نحنا تنبلش يعني بأول هيك شق توعوي، خلينا نعرف أنه ممنوع الأطفال الصغار عمراً اللي هن دون 13 سنة يكونوا على منصات التواصل الاجتماعي، ممنوع أصلاً يكون عندهم حساب هونيك. وأنا شخصياً حتى اليوتيوب كنا يعني هلأ في اليوتيوب كيدز اللي هو كمان فينا نعتمده إذا ولدنا صغار، بس حتى بيجي حالات بيقولوا لي طب طلع إعلان، الإعلان غير مراقب والإعلان كان مسيء يمكن لأعمار أولادنا، ما فينا نضبط الإعلانات اللي ممكن تقطع عند الأولاد، فينا نضبط المحتوى. المنصات التواصل الاجتماعي للأسف هلأ في منصات بتسمح للأعمار المدون 13، بس في عندهم settings معينين ببلدان معينة، نحن هون بعد ما عنا هيدول settings بلبنان. اللي بيصير انه فيه يكون شخص، اعتبري انا شاب عمري 14 سنة، فاتحة account social media، فات حدا عمل لي اضافة، نحن بالمطلق نبلك انه اضافه بتعرف على عالم جديد، انت بتفتحي الاكونت انه بتقولي هالحساب، ما هو هيك تصير انه ناشط اجتماعيا وعندي وفولورز وبيصيروا يبعثوا انتر اكشنز، خاصه اذا حدا مراهق، وللاسف بنشوف اطفال حتى مش مراهقين بيطلعوا بحطوا محتوى. هلا تيك توك ممنوع اقل من 18 يطلعوا لايف، هيدا كمان لنعرف سو الاولاد عم تحت هيدا السن كمان ما لهم حق يكونوا طالعين لايف. ليه بيصير بس عم بيكون في ناس عم تطلع تحت ال 18؟ مش لايف، مش لايف، يعني في امكانيه لحدهم او لو توقيفهم او لعدم مشاركتهم. يلا رح نحكي كيف فينا اذا بدك بقلب التطبيق شو فينا نعمل، وكيف في رقابه ابويه كمان بداخل تطبيق تيك توك، واللي هيدا الشيء يمكن الاغلب ما بيعرف شيء اسمه ديجيتال ويل بينج، فينا كاهل نراقب. خلينا نبلش بالسوشيال انجينيرنج، بنرجع اكيد بنختم بنخبر الاهل شو فيهم يعملوا لما يكونوا اولادهم عرضه لهيدا المحتوى. بالسوشيال انجينيرنج افترضنا نحن مثل ما ذكرت شاب عمره 14، يمكن حدا تعقب هيدا الشاب، وهيدي بتصير دايما يعني اذا بدك ريجاردلس عن العمر، في يكون اكبر شخص لاصغر شخص بالعمر او حتى بمستوى الاجتماعي، في يكون رؤوس كبيره، يعني حتى في الواحد يجرب هيدي الطريقه كمان معهم، وراح خبرك كيف بتصير. يعني منشان هيك ما لها
يعني ما في حدود بالعالم الرقمي للمنتهكين عمين يستهدفوا مين ضحاياهم، يا عشوائي يا بيكون متقصد. وقت اللي بيكون متقصد بيجي هالشخص اللي رح نسميه مخترق أو المبتز أو اللي هو تنشوف حسب شو أهدافه، بيشوف يعني من بعد ما عمل إضافة يمكن فتح بصفة أنه هو صبية كمان عمره 14 سنة، حط صورة صبية، حط اسم صبية، صرنا نشوفك بتشوفي شوي يمكن أكتر عند اللي الأشخاص اللي فتحين حساب وهمي بتشوفي كتير إشياء شارس، يعني ما بتشوفي إشياء شخصية عن نفسهم أو صور عائلية، إشياء متناقلة على الإنترنت بيكونوا هني كمان حاطين عندهم أو أمثلة. هيدولي من دلائل لنعرف كمان إذا الأكاونت فيك يا ما مزبوط. بتم الإضافة من قبل الضحية، ببلش أنه أنا بالمدرسة متضايق من أهلي، بيعيشوا الوهم اللي هو يمكن نفس الشيء هالشخص بهيدا السن ممكن يتعايش معه. وبكون ديجا عمل الرشاش تبعه على أفراد العائلة، على الأشخاص اللي ممكن يعرفون هالضحية. هلأ عن شيء مثل شاب فيكون مستهدف من شخص كبير يمكن، وعمل حاله أنه صبية، فيها تكون صبية مستهدفة كمان من شخص كبير بالعمر، عمل حاله شاب من عمره. اللي بيصير هون بعدين بيصير التصيد الاحتيالي، وإذا تمادوا شوي بالعلاقة بلش يوثق فيه الضحية، ممكن يصير في أشياء كمان إذا بدك بذيئة إلى حد ما، يعني ممكن يتنقلوا صور، يعني فيه يكون الصور كمان وهمية من قبل المخترق. وأيام ولا للأسف، وهي حكينا عنها على الهواء، العصابات اللي بتعمل هيدا الموضوع حتى إذا عم بيستهدفوا الأكبر عمرا، في ستات هي هيدا شغلتها، بتقلك الرجال اللي عم بيشوفها بالمقابل أنه إذا هي عملت أنا كيف ما أنه ليه ما بدي أعمل، بحط الثقة بهيدا الموضوع. هو كله بس تنعرف كل شيء عم يتغزن، كل شيء عم بينال منه المخترق من هيدا المعلومات، ورح يستهدفها بالابتزاز. أول خبرية بتصير أنه أنا رح أنشر هالصور اللي حصلت عليها لا معارفك، أهلك أو أهلك، لا أصحابكم، لأنه عمل الأونلاين ستوكينج، عمل واجباته بالريشيرش، جاب الأسماء اللي هو من عنده من حسابه. أنت بس تعمل إضافة إذا كان الأكاونت تبعك حسابك برايفت، بس تعمل إضافة لشخص خلاص فات على كل شيء أشخاص بتعرفيهم. كمان في برايفسي سيتينجز أخرى إذا كم إذا درنا نعملها صح بطريقة صحيحة فينا نمنع يشوفوا مين الفريندز تبعنا. بس وقت اللي منتنقل صور ومنعمل تاج وإذا مع الأهل أو هيك حطينا، رح يقدر يرجع المخترق يشوفون. يعني حتى نحنا ننتبه من إشياء اللي مننشرها. مرة أحكيت كمان هيدا الشيء بحلقة، وعندي على صفحتي حطيت فيديو كيف قدروا يسرقوا لها أموالها بس من مشاركاتها، من عنوان المنزل، من مشاركاتها مثلا صورة للشهادة تبعها، إشياء نحنا ما منلاقيها هالقد يعني ضخمة إنه نشاركها. بس هي بيقدر اللي عم يعمل أونلاين ستوكينج يعتمد على هيدا الداتا اللي نحنا عم نشاركها ليسرق. هي بحالتها سرقوا لها الأموال من الفيزا تبعها، حصلوا على كل الأجوبة ليفوتون على الفيزا. في أكيد وسائل مصرفية ما فيها تسمح لهيدا الشيء، بيوصل دغري نوتيفيكيشن، بس أخرى كان فيها تكون عرضة إنه يقدروا ينالوا من الأموال. فهون اللي عم نحكي على سوشيال انجينيرينج كيف بتصير، كيف بيعتمد المخترق أو المبتزع هيدا الداتا اللي هي بلاقيها بحسابنا، وبيصير الابتزاز يا بتحوله مصاري يا أما هيدا الصور مننشرها. بحالة صارت عنا بلبنان للأسف أدت للموت، يعني هيدا ظاهرة جديدة نحنا بيعتمدوا بنعرف أنه سرقة الأموال الابتزازية هي أهدافها مادية أجمالا. وفي شركات كمان بيصير معها سوشيال انجينيرينج مش بس كأفراد، بالحالة أنه شخص استهدف يعني أخذ شخص عبر الماسنجر، تعرف عليه، عزمه على الغداء، استدرجه أنه عزمه على غداء بمنطقته، ضجت الأعلام كمان إذا سمعتيها من حوالي الشهر صارت الخبرية، وهونيك سرق له محفظته وتليفونه وهو عم بيهرب الضحية، كمان قوصه وجراء إصابته توفى الله يرحمه. وقبل صار في شغلة كمان، توفى طفل محمد بمدينة سور، مش بسبب إذا بدك
هو بسبب المنصات بس مش بسبب السوشيال انجينيرينج. وقتها كان عم يتم تصوير مقطع فيديو لابسين البسه كتير بتخوف، كانوا الجروب اللي عم بيصور الفيديو تعرض لسكته الطفل لانه كتير خاف ولحقته الصبيه تتهدي انه نحن عم نصور، حتى كانت لانه لابسين على وجوههم وحاملين السيوفه وهيك خاف اكثر يعني لانه لحقته بهيدا المشهد. هون يعني اكيد نحن بدنا نعزي الضحايا، عائلات الضحايا باللي صار. ما فيك تلوم المنصه اذا جروب عم بيصور، بس انه عم بيصوروا كان محتوى لتيك توك، بده يصير في توعيه شو المحتوى، يعني هيدا المحتوى اللي بخوف يعني اذا الولاد حضروا بالحياه الحقيقيه، يعني كيف اذا في ولد عم يحضروا كمان ورا هالشاشه قد ايه رح يكون في اولاد ضحايا اكثر كمان او رح يخافوا اذا سامحين لهم يفوتوا على المنصه بحد ذاتها. يعني هالامور هالقد دقيقه وحساسه وخطره، ونحن كاهل بدنا نكون واعيين لهالدرجه نقدر نحمي اولادنا. وحالات تانية ممكن نفكر فيها، قديش في اولاد بيلتجوا ليطلعوا من عالمهم المخيف الى عالم مخيف اكثر والى عالم فيه خطر اكثر. اليوم كتير عم بتصير حتى يعني من قبل مراهقين بيلتجوا لناس تانيين غير أهلهم اللي يمكن عم بعينوا معهم مشاكل. صح. كيف منتجنب هيدا الخطر؟ هلأ نرجع نعيد، المراهق نحن رح نحكي اليوم، رح نستهدف أنه تكون مخصص لإله هالمساج، لأنه برجع بعيد أنه تحت سن، إذا منفوت على أي تطبيق على منصات التواصل الاجتماعي بتفوت على بلاي ستور أبل ستور الريتينج، خلينا نشوف حيالله تطبيق مش ده بالضرورة منصات بيكتبوا لك الريتينج، نعتمد نحن على الريتينج. إذا عندي ولد عمره 7 سنين وأصار بده ينزل تيك توك ويطلع فيديوز لأنه أصحابه عم يعملوها، ما هو منه لعمره، يعني نحن عم نفوته على محتوى غير لائق. منحدد أول شيء العمر اللائق لأنه ينزل هذا التطبيق. بتيك توك في شيء اسمه ديجيتال ويل بينج، وبتيك توك عملوا كمان شيء على المنصة أنه بعد ساعة من الاستخدام لوحده عامل سكرين تايم تيك توك بعد بروح. ساعة بكب يكبر. هلا أنت خيارك ترجع تفوت يا أما لا، لأنه كمان فيها تكون مش بس للمراهقين، يعني هيدي الخدمة أنه أنت عم تشوفي وقتك قد عم تقضي، طما ضيعي وقت إضافي كمان عبر التطبيق. اللي بيصير ولا للأسف أنه قد ما تعملي قصص إذا بدك بالساتينج، يمكن الولاد صاروا متنبهين بالعالم الرقمي أكتر منا، يعني إذا بدك المراهق رح يرجع يغير الباسورد يعني يرجع يفوت مرة تانية إذا بده يكفي استخدام التطبيق، وما في شيء بحدهم للأسف. اللي نحن بنقدر نعمله في شيء اسمه parental control داخل تطبيق تيك توك. أنا عادة بحكي عن parental control على الجهاز بحد ذاته لنقدر نراقب شو عم ينزل تطبيقات، بس داخل التطبيقات هون المشكلة، ما فيك تراقبي مع مين عم يحكي او قد شو المحتوى اللي عم يتعرض له. بينما بتيك توك بالديجيتال ويل بينج بس تحصري العمر المناسب عم بتحطي له المحتوى المناسب لإله، لانه بتعرفي الاف واي بي على تيك توك او الفور يو بيج بتكب الالجوريثم حسب انا يعني لفتني محتوى معين رح يرجع يعطيني محتوى كتير شبيه، اذا استوقفني هيدا المحتوى يعني انا فرجيتهم للالجوريثم تبعهم وهي بالذكاء الاصطناعي العملية كلها بتصير، فرجيتهم انه انا هيدا المضمون همني، وبالتالي رح يكبلي مضمون كتير بمحتوى بيشبهه. اذا لا سمح الله شي مرة طلع محتوى ما غير لائق ويمكن كمان لفتوا للمراهق، رح يضل يجي هيدا المحتوى مش انه رح نفكر قطعت مرور الكرام، لا رح يضل يجي محتوى شبيه فيه كمان. سو قد ما نحصر بالعمر المناسب قد ما نقدر كمان نحن نضبط هيدا العملية. يعني اليوم هالقد الشغلة بدها وعي من الأهل، والأهل عندهم هيدا الوعي اليوم لمتابعة أولادهم، يعني مثل ما قلت الأولاد متنبهين أكتر وصار عندهم المام ومعرفة أكتر من أهلهم، قادرين يفوتوا لكل المطارح ويتجاوزوا الحدود يعني من دون ما يدروا من دون معرفة. صح. لأنه هن ما عندهم هيدا الوعي. حتى ظهور على الألعاب اللي نحن منقول لا ما ابني، وإذا عمره يعني في ألعاب فورتنايت وغيرها، لا في كمان لهم تصنيف، كمان بدعي الأهل يشوفوا الريتينج تبع اللعبة اللي عم يلعبوها الأولاد. داخل التطبيقات كمان في جروبات بيعملوا تريدينج، إذا لعبة بيبدلوا سكينز، وبتعرفي هالأخبار والروبلوكس كمان، هيدول جهات اتصال عالم نحن ما منعرفها كمان داخل اللعبة عم بيكونوا الأولاد عم بيحكوا معهم، يمكن يصير في تنمر إلكتروني عبر هالتطبيقات، يمكن يصير في سرقة أموال قدي نحن فاتحين لهم، يعني يمكن في أهل بيسمحوا للولد يعمل purchase
على الانترنت ممكن يعني تركين له انه مفتوحة العملية، يعني مش الاهل بس بيقوموا بعملية شراء، يمكن الولد كمان، وحسب على الجهاز اللي عم يشتغل عليه الولد. ما اذا انا على جهاز، اعتبري على جهازي انا كأم وانا مدخلة البطاقة المصرفية وبشتري اونلاين، يعني حصل عليها الولد اوتوماتيكلي موصولة لان بالاكاونت. يعني هيك دايما بقول بيكون، وما بيوصل نوتيفيكيشن للاهل انه ما بيعرفوا انه مثلا صارت على العملية؟ بلا اكيد، بس طولت يعني بتوصل انه صارت ترانزاكشن. بس اللي بقصته انا اذا ولا بد بدنا نسلم جهاز لأولادنا، دايما هي بحكي عنها تتقدر تضبط عملية شو عم بيعمل على الجهاز. فيك تطفي الجهاز، عم بعد حكيت يمكن أنا وياك مرة بحلقة عن البارنتال كنترول، فيك تحصري على سكرين تايم، أنا بدي هلا وقت الغضب بيطفي الجهاز، ما ضروري يعرف الولد أنه أنا طفيت وخلاص صار منظم بهيدي العملية. تقدر أعمل عملية الضبط والبارنتال كنترول، بدي أعطيه جهاز للولد لإله مش على أجهزتي أنا، أنا جهازي نازل عليه تطبيقات غير ملائمة لإله، نازل عليه بطاقات المصرفية، نازل عليه أشياء خاصة فيه. إذا أنا منزلة تيك توك عم يجي المحتوى لعمري وعطيته حضار تيك توك عندي، عم يجي المحتوى اللي عم ينعرض علي للولد يعني للطفل. رح أوصل لك هلأ بالمحتوى اللي الولاد عم بحطوه هون الكارثة. اللي بيصير انه انا بس اعطيه جهاز لابني او لبنتي، بفوت المعلومات الخاصة فيه بالعمر الحقيقي تبعه، ما منزعبر بالعمر، لا يجيني انا اشعارات اشياء مناسبة، صح اشعار انا بده ينزل لعبة مناسبة لعمر 12 تلقائيا بدي ارفض، بيجيني اشعار انا ساعتها اللي بوافق او برفض. انا عاملة بارالل كأنه كل المحتوى على جهازه لابني او لبنتي عم يصلي لقلي على تليفوني، بس اعمل عملية البارنتال كنترول ومجانية. يعني اي شخص عم يسمعنا حتى على الراوترز ببيوتنا في شيء كمان اسمه بارنتال كنترول سيتينجز فينا نمشيها، وفي تطبيقات مثلا انا شخصيا بستعمل فاميلي لينك من الجوجل كمان كتير منيحة، بربط صار كل شيء عم يعمله قد ايه قضى وقت، انت فيك تعرفي قد ايه وقت الاستخدام على كل تطبيق من هواتفنا بالسيتينجز بس نفوت. هي العملية بس نرجع نكررها، نحن كل شيء موجود قدامنا ظهور، نحن ما بنقرأ، هي مشكلتنا. يعني انت اذا بتفوت على سيتينجز تليفونك او بتفوت على سيتينجز السوشيال ميديا اللي نحن بنعمل ابروف على كل شيء، فيك تحصري عمليات معينة انت ما بدك اياها قدامك، ساعتها بتكون اريح لك. يعني كل شيء برايفسي، كل شيء انت قادرة تضبطي، فيك تمنع اعلانات من الظهور قدامك. قد ايه نحن بطنطن الاعلان قدامنا على فيسبوك، كيما انا حكيت على هذا الموضوع كيف اجينا اعلان لفتنا بموضوع اخر، بس تقلك انه كله اذا بنقرا بنعرف شو نعمل. بس عمليه يعني مشكلتنا نحن هيك يعني نمشي مثل ما بنقول على العميانه من دون ما نفكر، وحتى اولادنا سابقيننا وقادرين يفوتوا على كل المطارح من دون ما نحن نقدر نسيطر على هذا الموضوع. حبينا نضوي على هذا الموضوع بهيدي الفقره، لانه اليوم المعاناه ما بعرف قديش حجمها وقد ايه الناس واعيين لحجمها ولمدى خطورتها. قلنا تنشوف اليوم شو في اليات للمواجهه، كيف منواجه يعني، بس فقط بهذا الموضوع بهالسيطرة من قبلنا كأهل. ليكي هلا في كتير أشخاص عم تستدرج مراهقين، ذكرتي كمان هالشي بالحلقة وحبيت مثل ما قلتي لي نخصص نحكي عن هذا الموضوع بالتحديد. صح، أول شيء يمكن قلة الوعي عند الأهل، يعني بيقول لك أعطيته الجهاز بيتسلى إنه بيحكي مع أصحابه. خلينا نحن أنا مثلا بس سلمتهم جهاز لأولادي، عملنا قعدة طويلة كل يوم تنفهم من تداعيات الأمور. إذا كبست على رابط، هيدا الرابط ما تخلينا يشدنا القصص، يمكن يصلك إعلان للعبة. الروابط كمان هي تصيد احتيالي بتكون، وهون بالتالي كمان في الجهاز بحد ذاته نحن ينتزع بإيد ولادنا لأنه كبسوا عرابط خاطئ. بدنا نمشي معهم ستيب باي ستيب، روابط الاحتيالية شو بتكون، عبارة عن شو. خلينا نحن ما نتجاوب مع إذا وصل لي شي دعاية باي اس ام اس باي ايميل، لأن عندهم ايميلات بده بيستخلق بارنتال كنترول بصير عنده ايميل الولد على هاتفه. إذا وصل لك واتساب من رقم غريب، يعني أنا هيدي صارت كمان عطيتها مثل إنه الماما قاعدة حد جيها فيديو على واتساب من رقم غريب كبست حضرته، إنه حتى قد ما بترجع بتعيدة. يعني اليوم ببيت بالبيت الواحد وبيكون في وعي وبيكون في
يعني إدراك لهالأمور بضل واحد يزل ويكبس على أشياء خاطئة أو هي بتورطه. اللي بدنا نعمله نحن نبلش كأهل نحن نطلع على العالم الرقمي، للأسف لأنه في تفاوت اللي بين جيلنا وجيل أولادنا، نحن بدنا نكون أدرك وأوعى منه أنت نحن ننبهون على هالمواضيع. عطي مثل صغير اليوم هيك كمان كنت عم بحكي عنه، معايير الجمال، بس يفوت يمكن شاب عم يحضر فيديو على تيك توك، شوفي دايما خلينا ننتبه في فلتر اسمه تحت اسمه للفلتر بكل فيديو بيطلعوا، في فلتر عم بيستعملوه الأشخاص، هيدا الفلتر منه هو معيار الجمال. نحن صرنا بالحياة الواقعية انه بده يفتش الشاب على الجمال اللي عم يشوفه يمكن بها عبر هيدا التطبيقات. حتى اللي لفتني كنت عم بحضر فيديو تيك توكر، هي طالعة حتى الفلتر ايجت، اذا بتشوفيها هلا مؤخرا بتكبر لك شكلك بالصح بالصورة، حطته حتى انه انا ما ببين، كلهم بيقولوا لي ما ببين عليك 38 سنه، وهي مبين شكلها كتير مخطر. الكل مصدق هيدا المحتوى، الكل ماشي معها، مش على انه ايروني، ما هي حاطه فلتر ايج، هو عمرها 38 بس مستخدم الفلتر. خلينا ما كل شيء نشوفه نصدقه، نكون واعيين نحن مدركين قبل ولادنا، لنخبر ولادنا المحتوى اللي عم نشوفه منه كله صحيح. يعني حتى امبارح كنت عم بقول بالحلقه انه متوسط مستوى الصدق والمصداقية على اللي منشوفها على الانترنت، مش كل شيء صحيح ومش كل شيء خاطئ. نحنا مننال محتوى كتير حلو ومنتقدم بالتعلم، بس عم ننبش على محتوى للبرزنتيشنز تبعنا، بس مش كل شيء مزبوط عم نشوفه على الانترنت. هم أنا نبتدي نحنا بهيدا التوعية مع البارنتال كنترول، ومع الولد يكون مدرك شو عم بفوت. نعم، يعني نحن بدنا نشكرك على حضورك معنا، أخذنا من وقتك مايا اليوم، بس حبينا نضوي على هذا الموضوع، قد ما بنحكي عنه قد ما نحن لو كنا ما بنعرف بنصير بدنا نعرف ونتعلم أكثر، وبس نعرف بتسهل الأمور، ببطل فيها هالقد خطر. هيك تأرجع دايما بقولوا لي طب أنت بالعالم الرقمي ليه هالقد بتخوفينا منه، هي مش عملية تخويف من التكنولوجيا والإنترنت والعالم الرقمي، سهلت لنا حياتنا بالعكس وقربتنا من بعض وكتير عندها إيجابيات، بس منا نخاف من المنتهكين. سو بس نحنا نعرف شو معقول يعملوا المنتهكين والمخترقين والمبتزين عبر الإنترنت ومجموعة الجرائم المعلوماتية اللي نحنا ممكن نكون عرضة لها، بس نفوت على هيدا العالم من أمن وخصوصية ندرك المخاطر تنعرف نحتاط منهم هالقد سمبل، ما نحرم حالنا من انه ما نواكب، او نحنا في شيء اسمه فومو fear of missing out، لا بدنا نواكب وبدنا نخلي اولادنا يفوتوا ويخوضوا هذه التجربه، بس بالوعي نعرف شو في مخاطر بس كمان شو في ايجابيات. انا بدي اشكرك من جديد على حضورك معنا، وبالتوفيق لبرنامجك بنصيحه رقميه، دائما عم نستفيد من كل النصائح، وقد ما بنحكي قد ما الكل لازم يسمع اكثر، ولازم كلنا نتعلم اكثر، مش كلنا خلقنا منعرف، وحتى لو ما عرفنا وغلطنا منصحح، يعني اليوم هيدا بدنا نعتمده بحياتنا كأسلوب وكسلوك بيسهل علينا كتير من الأمور. أنا بدي أشكرك مايا صغيب الخبيرة بالعالم الرقمي. فاصل أخير أحبائنا، ومنتابع نحن وياكم من بعده باتصال مباشر مع أنطونيو سمعان بجامعة العمل الرسولي بمنطقة الجبة، كمان يحكينا عن المخيم الرسولي الصيفي اللي بيحمل عنوان على الموعد. فاصل ومنتابع نحن وياكم.